السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة الثانية من كورس أساسيات سينما 4D. اليوم في المحاضرة الثانية هنحكي عن الجزئية اللي سبناها هنا في المحاضرة السابقة، وهي جزئية المجسمات. هنحكي عن كل المجسمات الموجودة والخصائص الخاصة بهذه المجسمات. خلينا نبدأ. أول إشي، عشان أنا بدي أتعامل مع هذه المجسمات، بدي أثبت هذا الويندو الخاص فيهم. مجرد ما أضغط هنا هيتثبت عندي النافذة الخاصة فيهم. الجد نيجي نشوف المجسمات الموجودة عندي. أول حاجة، في عندي حاجة اسمها النل. حاجة النل هذه إشي مش موجود، يعني أنا مش شايفه. النل عبارة عن جروب. إيش يعني جروب؟ يعني مكان بقدر أجمع فيه المجسمات اللي موجودة عندي. يعني إحنا جبنا مجموعة من المجسمات هيها هنا، وعندنا النل. مجرد ما أحدد أنا هذه المجسمات بالكترال، وأحدد المجسمات أحطهم بداخل النل، هيك أنا خليتهم جوا جروب، كلهم مع بعض بتعامل معهم كجروب. تمام، هذا بخصوص النل، وهو أول مجسم كان موجود معنا. تمام، المجسم الثاني اللي موجود معانا الكيوب. ايش الكيوب؟ اللي هو المكعب. تمام، نيجي نشوف ايش خصائص الكيوب، وايش انا بستخدم ادوات اتعامل فيها مع الكيوب. اول حاجة عندي هنا المنطقة هذه هي الخاصة بخصائص المجسمات الاوبجكتس اللي عندي. البيزكس اول حاجة عندي اسمها بيزك. البيزك هي اللي بتحوي خصائص المجسم من ناحية الاسم، ومن ناحية الفيزابيليتي، ومن ناحية الخصائص العامة. يعني أنا بدي أغير اسم الكيوب تبعي، بدي أسميه أي اسم هيك، ASD، بصير معايا زي ما انتم شايفين تغير اسمه. تمام، من نيم هنا في البيزك نيم بغير اسمه. تمام، عندي خاصية الفيزيبل ان اديتور والفيزيبل ان ريندر. ايش الفيزيبل ان اديتور وايش الفيزيبل ان ريندر؟ هنشوفها مع بعض. تمام، هلقيت نيجي نشوف الفيزيبل ان اديتور، خليني اقولها اوف. مجرد ما انا عملت له فيزيبل ان اديتور اوف، معناها انه اختفى المجسم من على ساحة العمل، الاديتور اللي هي ساحة العمل. طب لما انا اجي اعمل له ريندر، المجسم فعلا موجود. يعني انا لما اقول له اخفاء اللي هي visible in render اقول عليها in editor اقول عليها off، معناها انه قلت له اخفاء من ساحة العمل، ولكن في الريندر بده يكون موجود. هذا اذا انا كنت بشتغل على اكثر من مجسم على ساحة العمل، وبديش اعمل دوشة قدامي في المكان، فانا بخفيه وبرجعه وقت ما انا احتاجه. تمام، نرجع نقول له on. هو الديفولت اساسا تبعه بيكون on، لما يكون على الديفولت يعني معناها انه هو on. تمام، نيجي نشوف visible in render. الفيزيبل ان ريندر هذه عكس الفيزيبل ان اديتور. يعني اجي اقول له اوف، هو موجود فعليا عندي هيو في الريندر في الاديتور في ساحه العمل موجود وتمام التمام. فاجي اقول له ريندر، هو مش موجود، اختفى المجسم. تمام، انا ليش بستخدم هذه الخاصيه؟ هذه الخاصيه بستخدمها على اساس انا قاعد بعمل موديلنج وحاط صوره قدامي على بلانك، حط الصورة وبشتغل عليها، وبديش اقعد احذف فيها بعد ما اعمل ريندر، بدي اياها تروح لحالها. تمام، هذا فائدة الفيزيبل ان ريندر وفيزيبل ان اديتور. تمام، اما بخصوص الكورد اللي هي الكوردينيت، ايش الكوردينيت؟ الكوردينيت هذه نفس خصائص الموفينج تول هنا اللي حكينا عنها في المحاضرة السابقة. الكوردينيت يعني مثلا انا بدي اتعامل مع البوزيشن، البي بوزيشن، الاس سايز، الار روتيشن، بي بوزيشن، اس سايز، ار روتيشن. زي ما انتم شايفين هنا الروتيشن بيقول اتش وبي وبي. طب الاتش والبي والبي هدول ايش؟ هدول بالالماني، هو بيتعامل معاهم بالالماني لانه اصلا البرنامج زي ما حكينا الماني. فانا باجي بغيرها هنا لاكس واي زد، النمط العادي اللي انا بتعامل معاه، عشان اكون انا على العاده اللي انا بتعامل معها، بديش الاتش والبي والبي. تمام، نيجي نشوف البوزيشن. البوزيشن اللي هو بدي اغير مكان المجسم، باجي بقول له على الاكس مثلا ازاحه 100 100، سوري
هيزيحه بمية درجة لناحية الإكس، وكذلك على الواي 100 مثلا ارتفع لفوق 100. أما السايز فهو برضو لا الحجم، فأنا بدي أديه، شايفين أنتوا واحد هنا في السايز، واحد كلهم واحد واحد واحد. إيش معنى الواحد؟ عندي السايز 200 سنتي هنا، 200 سنتيمتر. فأنا لما أقول له هلقيت اثنين، السايز هنا صار 400 زي ما أنتوا شايفين، صار 400. يعني هنا اللي هي معامل الضرب في السايز، يعني مراجع واحد برجع 200. يعني هلقيت أنا لو السايز عندي 100 تمام، وقلت له انا الضرب في 2 تمام، هيديني 200 هلقيت. اما عن الروتيشن، فالروتيشن اللي هي الدوران المجسم، دوران المجسم. لما اجي انا على الروتيشن اقول له على الاكس بدي بدور 90 درجه، فهو دار، بس انا ما بينش لانه قلت 90، خلينا نقول 45 درجه. فزي ما انتم شايفين دور لي الجسم 45 درجه تمام، وكذلك على الواي وعلى الزد. هذه انا بستخدمهم افضل من الادوات هذه، لانه انا بتعامل مع ارقام بدي بالضبط يكون 45 درجة. بس انا لما اجي على الروتيشن تول من الصعب اني اجيب درجة معينة بالضبط، يعني بيجي بكسور دائما. فانا بدل ما اغلب حالي بالطريقة هذه والاسلوب هذا، بتعامل مع اعدادات الاوبجكت نفسه تمام. من هنا تمام الكلام، هيك ما فيش مشكلة. أكيد بالنسبة لأوبجكت، قائمة الأوبجكت هذه اللي موجودة عندنا، خلينا نجيب كيوب جديد عشان هذا خربناه. نيجي قائمة أوبجكت هذه نشوف إيش اللي بتحواه. قائمة أوبجكت بتحكي هو السايز الفعلي، مش اللي هو معامل الضرب، هو العرض تبعه 200 سنتي، أنا بدي أخليه 100 مثلا، بدي أخليه هذا، وهنا الضرب يعني 100 في كذا، 100 في 2 هيني رجعته 200 كده، رجع بنفس المقاس بس مع العلم هو هنا 100 تمام؟ ما فيش مشكلة في الكلام هذا. نرجعه زي ما كان. لقيت بخصوص السيجمنتس، إيش هي السيجمنتس؟ السيجمنتس هي الخطوط الموجودة في المجسم تبعي اللي هي أنا بتعامل معها في الموديلينج. دائما انا بزود الخطوط وخلينا على قاعده، كلما زادت الخطوط في المجسم زاد حجمه وزاد تقله في الرندر، كلما قلت الخطوط اللي هي السيجمنتس قل حجمه في الرندر وخف معايا في الرندر تمام. انا اجي اقول له على الاكس بدي اخلي عدد السيجمنتس 4 مثلا، زي ما انتم شايفين خلالي 4 خطوط سيجمنتس تمام. بدي اخلي كمان 4 على الواي و4 على الزد، زي ما انتم شايفين هيك صار مكعبات صغيره. يعني انا في الموديلنج صار كل واحد منهم بتعامل معاه كفيس منفصل عن الثاني، زي ما انتم شايفين فيس منفصل عن الثاني. يعني انا وبعدين انا هلقيت في التعامل معهم في الفيسز مثلا والايدجز، انا بقدر احدد ايش اللي انا بدي اتعامل معاه عن طريق الشيفت، واحدد باستمرار، وكمان عن طريق السلكشن تول، واللي هنحكي عنه هذا الكلام مش هلقيت ان شاء الله. هذا بخصوص الكيوب عندي، هذه كل الخصائص اللي كانت خاصة بالكيوب. اما الفونج هذا عبارة عن تاج مش هنحكي عليه، هلقيت هيجي في وقته ان شاء الله. نيجي نشوف مجسم تاني من المجسمات اللي انا عايزها اتعامل معها. خلينا نشوف مثلا عندي البيراميد، خلينا نشوف السفير اول شغلة، خلينا نشوفها السفير عشان هي شغلة مستخدمة كتير تمام. السفير اللي هي الدائرة، الدائرة عندي زي ما انتم شايفين بتختلف اعداداتها. البيزكس طبعا بتختلفش، البيزك هي الاساسيات، الاسم زي ما حكينا الفيزبل ان ريندر، فيزبل ان اديتور والى اخره، والكوردينيت برضو ما بتختلف من مجسم لمجسم. اما عن الاوبجكت هي هذا اكتر اشي بيختلف من مجسم لمجسم. نيجي نشوف الاوبجكت ايش بيحتوي عندي. الاوبجكت عندي اول شغله في الاوبجكت اللي شايفينها قدامنا هنا الراديوس، الدائره لها الراديوس قطرها قديش، يعني الراديوس اللي هي الحجم تبعها، خليتها 20 صغيره الدائره. كل ما انا اغير في حجمها بغير في حجم الدائرة تمام.
هل جيت السيجمنتس، السيجمنتس برضو حكينا عنها وهي هي المصطلح سيجمنتس. فأنا كل ما زود في السيجمنتس هيزيد عدد الخطوط موجودة قدامي هنا، زي انتم شايفين بتزيد عدد الخطوط. هل جيت احنا نرجع للستاندرد تبعها وبدنا نشوف التايب. ايش التايب؟ الدائرة مبنية على مجسم اخر دائما. الدائرة بتجيش دائرة هي هيك، لا هي مبنية على مجسمات اخرى. يعني خليني هنا ارجع السيجمنتس لواحد اللي هي اقل شيء ثلاثة عنده. زي ما انتم شايفين الدائرة صارت عبارة عن هرمين فوق بعض، تمام؟ لما انا خليت السيجمنتس ثلاثة الدائرة صارت هرمين فوق بعض متلاصقين، تمام؟ هذا في الستاندرد. عندي التترا وعندي الهكسا وعندي الاوكتا والايكوزا والهيمسفير، كل واحد منهم هنشوف ايش اصله وكيف هو بكون، تمام؟ خلينا نشوف التترا. زي ما انتم شايفين التترا عبارة عن مثلث ثلاثي الاوجه، ملوش من تحت بس هو مثلث. طيب لو انا رجعت اديته 24 هنا رجع معايا كدائرة عادية، بس اختلفت معايا السيجمنتس، بدل ما كانت مربعات صارت مثلثات. انا بستخدمه برضو بحيث انه انا بدي اعمل كورة مثلا والون الجزء هذا ككورة عادية تبعت فوتبول، وفي استخدامات كتير. اما بالنسبة للهكسة زي ما انتم شايفين الهكسة حول لي لوجوه مربعات بس كل وجه لحال. طب نيجي نشوف ايش اساس الهكسة، قول له 3 نراجعه لاساسه طلع معايا ايش كيوب، تمام؟ الهكسة اذا كيوب، تمام. نشوف الاوكتا، الاوكتا شفنا مجسم الاوكتا نفس مجسم الستاندرد، الستاندرد هو الاوكتا اصلا، تمام؟ بس احنا حاطينه كستاندرد الاوكتا، هم حاطينه كستاندرد. هنرجع للعدد الاساسي، بس لا بيختلف عندي الاوكتا عن الستاندرد. زي ما انتم شايفين الستاندرد اساسه مربعات، الاوكتا برضو عندي مثلثات. طبعا هذا كله بيختلف في ان انا ليش بدي الدائرة وليش بتعامل معها، فبختار اللي بيلزمني. الايكوزا، ايش الايكوزا عندي؟ برضو مثلثات بس اختلفت تشكيلة المثلثات معايا. تعال نشوف نراجعه لاصله الايكوزا عشان نعرف ايش هو. الايكوزا زي ما انتم شايفين الايكوزا مجسم يعني له اوجه كده مش سموث. هذا مجسم اساسا موجود معايا اسمه بلاتونيك، المجسم الايكوزا هيو نفسه اسمه بلاتونيك، هي الدائرة هذه نفسها هي البلاتونيك، تمام؟ اذا الايكوزا حكينا انه بتحول لبلاتونيك، الاساس تبعه بلاتونيك. طب ايش الهيمسفير؟ الهيمسفير اللي هي نصف دائرة، يعني لما نرجعه ل 24 بيعطيني نصف دائرة مفرغة من الداخل، تمام؟ اللي هي قبة يعني، تمام؟ هذا بخصوص الدائرة والحاجات اللي كنا بدنا نحكيها عن الدائرة. نيجي نشوف مجسم تاني من المجسمات، خلينا نشوف الاسطواني هذا سلندر. زي ما احنا شايفين السلندر هيك زادت عندي الاعدادات تبعته غير الاوبجكت، في عندي كابس وعندي سلايس هنحكي عنهم بالدور مش هنسيب حاجه منهم، تمام؟ هلقيت نيجي نشوف اول الاوبجكت تبع السلندر. عندي الاوبجكت تبعه في الراديوس، الراديوس اللي هو عرض الدائره اللي هو قطر الدائره العلويه يعني عرض الاسطوانه، خلينا نقول 100 مثلا. زي ما انتم شايفين كبرت الاسطوانه و يعني عرض الدائره كبرت فالاسطوانه صارت اعرض، تمام؟ الهايت اللي هو ارتفاع الاسطوانه، نقول 100 صغرت ارتفاع هذا بتعامل فيه انه قديش بدي عليها وقديش ارتفاعها وهكذا. الهايت سيجمنتس والروتيشن سيجمنتس، ايش الهايت سيجمنتس وايش الروتيشن سيجمنتس؟ الهايت سيجمنتس اللي هي الخطوط اللي بتقسم المجسم تبعي عرضيا كده، هو كان جايب لي انه واحد فانا زودتهم زي ما انتم شايفين صار اكتر من واحد. اما عن الروتيشن سيجمنتس، الروتيشن سيجمنتس اللي هي الخطوط اللي على الدوران نفسه، لما بقللها بتقل زودها ايش انا بدي اتعامل معها. جيت الاورينتيشن، ايش الاورينتيشن؟ الاتجاه الخاص بالمجسم تبعي سواء على الزد او على الاكس او على الواي، بدل ما انا اعمل روتيشن باجي من الروتيشن مثلا بدي الفه 90 درجة او كده،
انا عندي في هيك مجسم في له احدادات خاصه فيه. مثلا انا بدي الروتيشن الاورينتيشن تبعه على الاكس، بقول له على الاكس هيو دار ب 90 درجه على الاكس، تمام، وكذلك على الواي موجب او على الزد، يعني كل الاتجاهات انا بقدر اتعامل معها من الاورينتيشن. نيجي نشوف خاصيه الكابس. ايش هي الكابس؟ الكابس اللي هي خلينا نلغيها، مثلا كابس الطاقية نسميها، يعني اللي هي الغطاء اللي فوق المجسم تبعي، سواء فوق أو تحت في إشي بيسكر المجسم فهو اسمه كابس. فأنا لما بفعله بتشوفوا هيك هو انفعل، سكر المجسم من الناحيتين، بس لما نشيل التفعيل هو فتح المجسم من الناحيتين، تمام. طيب السيجمنتس، في الكابس هنا خاصية سيجمنتس. ايش السيجمنتس هذه؟ اللي هي بتخص الكابس نفسها. يعني انا لما ازود السيجمنتس زي ما انتم شايفين زود لي عدد الخطوط اللي موجودة في الكابس تبعت السلندر، تمام. اما الفيلت، ايش هي خاصية الفيلت؟ تعال نشوف ايش هي الفيلت. مجرد ما انا فعلت الفيلت شايفين عمل لي الايدجز سموث، يعني صارت ناعمه الايدجز تبعته. كل ما انا اقلل فيه لها سيجمنتس خاصه فيها، اقلل في السيجمنتس او ازيد السيجمنتس، السموث بيختلف. وزي ما حكينا زياده السيجمنتس بتزيد من الريندر، فانا ايش حابب يكون مجسم سريع في الحركه او بطيء بس يكون واقعي اكتر حسب انا ايش بدي، تمام. الراديوس للفيلت اللي هي بدي قديش الزاوية بدي اياها تكون بالضبط، يعني بدي الايدج نفسها قديش تكون. زي ما احنا شايفين كل لما قللناها قلت الايدج، يعني خليته هو بايدج بس ناعمة شوية مثلا، تمام. نيجي نشوف خاصية السلايس. ايش هي خاصية السلايس؟ خلينا نفعل خاصية السلايس. بمجرد ما فعلت خاصية السلايس قطع المجسم من النص. ليش قطعه من النص؟ انا هنا في الفروم وتو قلت له من 0 لحد 180، 180 اللي هو النص تبعه، خلينا اقول له 90 مثلا، خلالي ربع من 0 ل 90 بتخلي ربع. طب من 0 ل، يعني انا حسب ايش قديش بدي من المجسم بتعامل معاه. نقول له لسالب 180 مثلا، عندي خلالي الناحية الثانية، لسالب 90 هيخلي لي الربع في الناحية الثانية، وهكذا، تمام. ما عنديش مشكلة في الكلام هذا، أنا بتعامل معاه يدويا أصلا بالماوس، مجرد ما أضغط أشوف إيش اللي بدي إياه بالضبط وبخليه، تمام. هذا بخصوص مجسم السلندر والإعدادات الخاصة في السلندر. خلينا نشوف مجسم جديد من المجسمات اللي موجودة معانا، تمام. عندي الكابسول، خلينا نشوف ايش الكابسول. الكابسول اللي كبسوله، كبسوله بمعنى كلمه كبسوله. كبسول زي ما احنا شايفين فيها خاصيتين اجداد، اللي هي السلايس اللي عرفناها، السلايس لقطع المجسم. عندي في الاوبجكت عندي راديوس وهايت وسيجمنت هايت، نفس اعدادات اللي هو السلندر، تمام. ماشي نحكي عنها لانه نفس الاعدادات. عندي اشكال كتير انا بقدر استخدمها. عندي الفيجر مثلا، الفيجر هذا لو انا بدي اعمل انسان يعني وبدي ليش اشتغل من الصفر فهو هاي الفيجر، وعندي الهايت تبعه والسيجمنتس الموجوده بداخله وايش انا بدي منه، تمام. اما بالنسبه لايش اشكال ثانيه، مثلا عندنا اللاندسكيب. اللاندسكيب إذا في حد اتعامل مع البرنامج اليونيتي فهو بيعرف اللاندسكيب باسم تيرين. هنا عندي اللاندسكيب لو أنا بدي أشتغل جبال، أشتغل إشي منها، وإلها إعدادات كتير لو حابة أشتغل عليها وبتعمق فيها أو أشتغل إيش لازمني فيها، تمام. مجسمات تانية عندي، ما عندي التيوب مثلا، خلينا نشوف التيوب. التيوب هي زي السلندر بس هو من النص في فتحة كده. تعال نشوف ايش اعدادات التيوب. هاي في اعدادات جديده، يعني عندنا الانر راديوس. ايش الانر راديوس؟ خلينا نغير في الانر راديوس. الدائره الراديوس تبع الدائره الداخليه، يعني انا لو خلينا قللته زي اللي سكرها كان بوسعه قديش السماكه تبعت التيوب تبعي، تمام. الاوتر راديوس اللي هو الخاص بحجمها من برا، تمام.
دائرة اللي هي الخارجية، وتعمل معاها كدائرة داخلية ودائرة خارجية، تمام؟ هل جيت عندي السيجمنتس، الروتيشن سيجمنتس اللي هي السيجمنتس اللي على الإطار نفسه، يعني شفتوا لما رجعتها للصفر هيك هي مربع بتطلع معايا، بتطلع معايا أشكال كتيرة، تمام؟ السيجمنتس، وعندنا الكاب سيجمنتس اللي هي السيجمنتس اللي على الكاب نفسها كانت واحد وزودناها، والهايت تبع المجسم نفسه، وعندنا الهايت سيجمنتس، كل هذا كلام احنا حكينا عنه، والاورينتيشن والسلايس برضو حكينا عنها، تمام؟ هذا بخصوص المجسمات المهمة اللي موجودة معايا. اللي حابب بيقدر يجيب مجسمات تانية يشوف ايش فيها خصائص جديدة، زي الرينج هنا، الرينج عندي الراديوس تبع الرينج، حجم الرينج والسيجمنتس والبايب اللي هي عرضها، وكتير كتير خصائص لكل مجسم لحال، طبعا نتعرف عليها إذا استخدمناها اللي بنستخدمه بنتعرف عليه. وهذه كانت محاضرتنا اليوم اللي هي خاصة بالمجسمات، وأخذنا كل مجسم إيش فيه خصائص وعرفنا خصائصهم كلهم. وفي المحاضرة الجاية إن شاء الله هنحكي عن موضوع جديد، ونشوف نتناول مواضيع جديدة في السينما 4D، ويعطيكم العافية.